التحاليل، وعلى أساسها بيقيم إذا كانت الحالة دي حالة بسيطة بأعراض بسيطة بيتوجه للعزل المنزلي، وقبل ما بيمشي من المستشفى بياخد الدواء بتاعه الخاص بيه اللي هو طبعا انتوا بتصرفوا له الدواء مجانا ياخده يتعالج في البيت قبل ما بيخرج من المستشفى. المجموعة الكاملة بالمضاد الحيوي بالدواء بتاع الالتهاب بالفيتامين سي بكل حاجة، بالفيتامين سي بالزنك كل حاجة طبقا للبروتوكول سواء للكبار أو الأطفال بيتم صرفها له وبياخدها معاه. ومش بس كده، المخالطين في 320 مستشفى، في 340 مستشفى المخالطين كمان بيروح لهم الأدوية لغاية البيت. ما بستناش النهاردة من المخالط تظهر عليه أعراض علشان أديله دواء، لا، من الأول ببدأ مع البروتوكول. وعملنا قوافل طبية وفرق الطب الوقائي في المديريات مسؤولة على مستوى المحافظات والمحافظات. يعني أنا كمواطن من حقي وأنا عندي أعراض، معلش يا فندم أنا آسف إن أنا بأسترس على الكلام ده، من حقي أنا كمواطن وعندي أعراض أن أدخل أي مستشفى من 340 وأقول له لو سمحت أنا عندي الأعراض أو معايا الأشعة دي أو معايا التحليل ده، اديني الدواء بتاع الكورونا، مجموعة الكورونا. تماما، بياخد دواء مجموعة الكورونا وبيتوجه لو كان هيتعزل عزل منزلي موجود في بيته، بيتوجه لبيته وبياخد البروتوكول العلاج لمدة 5 أيام وبيجي لنا ويومين متابعة. وإحنا خلال الفترة دي يا أستاذ عمرو عايز أقول لحضرتك إنه بيتم متابعة المريض فيها وبيتم الاتصال به بالبيانات الموجودة عندنا حسب مديريته قطاع الطب الوقائي، وبيتم متابعته. وبعد الخمس أيام ويومين يعني بعد أسبوع بيجي لنا علشان نعمله دكتور خالد. دكتور خالد عرفنا